الأهداف الإيرانية في سوريا، وهناك حديث عن وجهات وبنوك أهداف جديدة في سوريا، وهذا كله بعد لقاء بوتين مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت وكل التطورات الأخيرة هذه. هذا يقودني إلى سؤال الأهم، هل هناك اتفاق بين الجميع على إخراج إيران من سوريا؟ نعم، أعتقد أن الأمر واضح للجميع، أن الهدف الخاص بالجميع هو إعادة سوريا بعد عقد، هو إبعاد إيران ليس فقط بسبب القضية النووية وإنما بسبب سعيها، سعي إيران إلى الحكم في المنطقة، سواء كان الحكم في اليمن أو اليمن في لبنان أو الميليشيات الشيعية في إيران، كل هذا يجلب فقط المصائب والإرهاب. ولذلك أنا أوافق تماما مع ضيفك السيد بسام أنه يجب الحرص على إبعاد إيران. أعتقد أنه هنا يوجد اعتراف، اعتراف سعودي واعتراف إماراتي، لأنهم يشخصون من جهة واحدة الولايات المتحدة لا يعرفون أين تتجه في السياق الشرق الأوسط، وإذا أرادوا ترتيب الأوراق فإنهم يحاولون ترتيب أمر الحوثيين في اليمن وإبعاد حزب الله من لبنان. هذا ضد القوات الإيرانية هناك فقط، والتي تحاول عمليا تحويل سوريا ولبنان كما في لبنان، وهذا هو أيضا هدف لأن الإيرانيين يتنافسون على كافة المشاريع الاقتصادية، ولا يريدون أن تظل سوريا حليفة لروسيا دون إيران. سيد خلفان، هذا اللقاء سبقه إنشاء مؤسسة تجارية سعودية سورية في دمشق، وتزامن مع استقبال وزير خارجية السعودية اليوم مبعوث الأمم المتحدة الخاص بسوريا جير بيدرسون. هل هذا كله يعني يمهد ويؤشر على أن هناك تعبيد للطريق أمام تطبيع سعودي سوري تساهم فيه الإمارات؟ إعادة العلاقات السعودية السورية هذا قرار سعودي، قرار سوري بالتأكيد. احنا يعني الإمارات يعني كما أراها بأنها ترحب بإعادة جميع الدول العربية علاقاتها بشكل طبيعي مع سوريا، لكن هذا الأمر يبقى قرار سيادي لمختلف الدول السعودية ولغيرها. احنا نرى بأن إعادة العلاقات يسهم بشكل كبير في الاستقرار. الآن ضيف الكريم يتحدث عن ضربات، أو حتى تغليكم يتحدث عن ضربات إسرائيلية داخل سوريا. أنا تساؤلي قبل وقوع هذه الأحداث، يعني قبل عقد من الزمان، هل كانت إسرائيل تقوم بهذه الضربات بشكل شبه يومي ومنهج ضد سوريا؟ لم تكن بحاجة لذلك، لأن الحكومة السورية كانت تسيطر على الأمر. الآن بما أن الأمور أصبحت متفلتة فالجميع أصبح يتدخل في سوريا. عودة الاستقرار هو لمصلحة الجميع. أول دولة أنا كما أراه شخصيا كمراقب أعتقد أن أول دولة ستستفيد من استقرار سوريا دول الجوار، إسرائيل بالتحديد ستستفيد من ذلك. الآن في 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 سوريا لو نتتبع الأحداث، دخلت تنظيمات إرهابية، دخل داعش ودخلت القاعدة ودخلت تنظيمات ربما لا نعلم أسماءها. طيب هذا لمصلحة من يعني؟ هذا يعني إلى متى سيبقى الوضع في سوريا كذلك؟ الآن سوريا روسيا أو عفوا إسرائيل تتهم إيران، وإيران تتهم إسرائيل، ويبقى الشعب السوري هو الخاسر الأكبر. للأسف يعني الدول الجوار بالذات عليها أن تتحمل مسؤوليتها، وعليها أن تتفهم أن استمرار الاضطراب في سوريا والحرب سينعكس عليها يعني مستقبلا، سينعكس عليها وسيرتد عليها. نعم.
سيد بسام عندما تحدث عن نفوذ في سوريا هو ليس فقط إيراني، هناك أيضا نفوذ تركي، برأيك ما هي الترتيبات المتوقعة هنا وسط الحديث عن صفقات وراء الكواليس مع سواء الانفصاليين الأكراد أو أصحاب الحكم الذاتي في الشرق، وأيضا دمج مقاتلين أو العفو عن مقاتلين في إدلب؟ ما الترتيب المتوقع هنا وما المقاومة المتوقعة هنا من الطرف الثاني؟ يعني أنا أعتقد أنه لا يمكن أن نتحدث عن سوريا مشتتة، سوريا مجزأة، لأن تركيا وضعت توقيعها أمام روسيا على احترام وحدة الأراضي السورية وكامل أراضيها يعني، ودون أي تجزيء منها، وكل ما الوجود وكل الوجود التركي أو الأمريكي هو بالمفهوم الدولي هو احتلال موصوف للأراضي السورية، بينما الروس موجودون بناء على طلب من الحكومة الشرعية السورية. لذلك لابد من خروج كل القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي السورية بغير شرعية وبغير حق. أما الوجود التركي فهو وجود مؤقت بناء على اتفاق روسي بتنسيق مع سوريا، يعني لأسباب معينة وتواريخ معينة ومعاهدات معينة واتفاقيات معينة تنص على بنود وتاريخ وزمن وإلى آخره. دعني أعقب على موضوع ما سألته للضيف السابق، أريد أن أعقب، يعني أنا أشكر دولة الإمارات على دورها الرائد في المنطقة، يعني طبعا بكل تأكيد ستقوم بدور الوسيط أعتقد، ولكن كما قال ضيفكم من الإمارات لا يمكن أن تملي على السعودية أن تطبع مع النظام السوري أو لا تطبع مع الدولة السورية أو لا تطبع، ولكن دورها الرائد كتف إلى كتف مع السعودية كمشروع عربي موجود في المنطقة ضد النفوذ الإيراني، هذا الشيء مشجع لكل إنسان عربي وكل إنسان عربي حر يؤيده. أما موضوع تركيا فتركيا هي في الشمال، يعني دعني من تركيا، تركيا اليوم موجودة بناء على اتفاقات مع روسيا كما ذكرت لك، والأمريكان موجودين بغير حق بأي حق، وأصدر أيضا دعني أنتقد إسرائيل على ضرباتها المتكررة لسوريا بدعوى تحجيم إيران. يعني سوريا ليست مسرحا لكل من هب ودب لأن يقصف، يعني لا الولايات المتحدة الأمريكية لها الحق بالوجود على الأراضي السورية ولا الأتراك لهم الحق ولا حتى إسرائيل، يعني يوميا تضرب بحجة ضرب المواقع الإيرانية. يعني هناك دولة ذات سيادة معترف فيها في الأمم المتحدة، لها رئيس ولها دولة يجب احترامها، هناك اتفاق وقف اطلاق النار يجب احترامه الذي تم بعد حرب 67 الى اخر من هذه النقاط. اذا كان هناك هواجس اسرائيلية من النفوذ الايراني في سوريا او تهديد للامن القومي الاسرائيلي فروسيا تتفهم هذا الموضوع، وقد عرض الوزير لافروف وصرح وقال يعني اذا كان لدى اسرائيل هواجس حول امنها القومي نحن نتفهمها فليقولوا لنا ونحن مستعدون لإزالتها، وقد تم الاتفاق على إبعاد القوات الإيرانية لمسافة معينة عن الحدود الإسرائيلية وتم ذلك. يعني يجب عدم استخاذ سوريا كمسرح للعمليات العسكرية من كل حد وصوب، هناك قانون دولي يجب احترامه وهناك أمم متحدة وميثاق أمم متحدة يجب العودة إليه.